كرة تمرر بشكل خاطئ وتذهب لنور، فرصة للاتحاد الآن. هزازي يحاول المرور، ضربة جزاء اتحادية، ضربة جزاء اتحادية، وذكاء كبير من جانب هزازي، ضربة جزاء للاتحاد مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، ممتازة جدا في الكرة الماضية. هزازي أمر، وبالتالي حال المدافع الصيني تدخل، وضربة جزاء ممتازة جدا. هزازي ذكي بصراحة، بصراحة ذكاء المهاجم هزازي في الكرة الماضية، وبالتالي يكسب ضربة جزاء، ضربة جزاء اتحادية. من يتقدم؟ نور، اللاعب اللي ذكرت أن تحمل مسؤولية كبيرة ولعب في اللقاء. الله، هدف تعادل اتحادي، هدف تعادل اتحادي، نور يعدل النتيجة من نقطة الجزاء، وبالتالي الروح المعنوية ستعود للاعبي العميد. أوه يا كبير، يا كبير، يا كبير، حط الكرة على يمين حارس المرمى. الله عليك يا نور، الله عليك يا ابو نوران، حط الكرة بالجول، اللاعب الأسطورة.